عبد الرازق شحاته. تعرف يوسف من زمان مش كده؟ ايوه يا ريس، انا يوسف صحاب اخوات من ايام الجامعه. كان شخص عدواني؟ بالعكس يا ريس، يوسف شخص هادي ومحترم ومؤدب وجدع وصاحب صاحبه، بيخدم كل الناس. هي بس الفتره اللي فاتت اتغير شويتين. يوسف اول ما خرج من السجن حصلت مشاكل بينه وبين مراته فطلقوا، ده على حسب ما بيحكي لي يعني. ومفيش داعي اقول ايه هي المشاكل عشان بس يعني ما ناخدش في اعراض الناس. حصلت بقى مشاكل مع ابنهم هيثم، ومشاكله الماديه يعني هو ما كانش طايقها، مع انها كانت طول الوقت بتاكد لي انها مظلومه. مين؟ افتح يا ياسين. يا يوسف. يوسف ايه يوسف؟ انت ما سافرتش؟ لا. طب ايه اللي حصل؟ كنت فين من امبارح؟ احكي لي. مش قادر. انام شويه وبعدين اصحى احكي لك كل حاجه. طيب يا سيدي نايم ببيتك. البرنس ممكن يفكر ان انا هنا عندك، كده كده المنطقه هنا مش امان. ما عندكش حته تتوى فيها؟ حته تتوى فيها؟ عندنا مكان كويس قوي. طب يلا. طيب اصبر. طيب اصبر. بص يا ريس، خدته من ايده ووديته على البنسيون، ويا ريتني ما وديته. يوسف دخل البنسون ده واحد، طلع منه واحد تاني خالص. ازاي؟ قفل على نفس الاوضه ثلاث ايام، لدرجه ان عم حسن كلمني وقال لي تعالى شوف صاحبك اللي عامل في نفسه حاجه. رحت له طلب مني طلب غريب قوي يا ريس. ياسين عايزك تضرب لي بطاقه. بطاقه؟ باسم ضاحي عبد الله القناوي. انت جنيتها يا يوسف؟ انت عارف دي فيها قد ايه؟ بس يوسف قال في التحقيقات ان انت اللي زورت له البطاقه. انا يا ريس، يا ريس انا محامي وقال طالب في حقوقه، عارف عقوبة التزوير ايه؟ عندك فكره مين اللي زورها؟ لا يا ريس، بس زي ما قلت لسعادتك يعني يوسف كان تعبان وقافل على نفسه اوضه كتير قوي، كنت اخبط عليه ما يفتحش، وكل ما قابله يسالني عن ضاحي، لدرجة إن سعادتك مرة طلب مني. طلب منك إيه يا أستاذ ياسين؟ أنا ما كنتش ناوي أفتح الموضوع ده يا ريس، بس إحنا في محكمة يعني أنا حلفت بيمين. عايز ورق فيها بيانات كل اللي اسمهم ضحي عبد الله القناوي. نعم يا أخويا. ليه؟ يا أخي عايزها وخلاص. أنت هبلت يا يوسف؟ حاسس أجيب لك بيانات واحد شفته في المنام أجيبها لك منين دي؟ بقول لك إيه يا يوسف؟ بالله عليك قوم روح بيتكم وصلي ركعتين يمكن ربنا يهديك. يلا يا حبيبي قوم. وبعد كده يا ريس طلب مني اجيب له واحد يرسم له صورة ضاحي، حتى عم حسن كان شاهد على كده. يا دين النبي الخالق الناطق. وايه اللي خلاك تنفذ له طلباته؟ يا ريس يوسف اخويا وصاحبي من ايام الجامعه. انا عارف دلوقتي انه مش طايق لي كلمه، بس دي الحقيقه يا يوسف. يوسف كان شايل حمل كبير، حمل يهد جبل. لما كنت بشوفه كان قلبي بيتقطع، ما بعرفش اريحه ازاي ولا اعمل له ايه. يا ريس يوسف كان بيترعب لحسن ضاحي يرجع يقتله ويخلص عليه. كان بيطلع في نامه يا ريس، ما كانش بينيمه. يا ريس ده سافر بره هنا عشان يدور على ضاحي، يدور على واحد ولا عمره ولا شافه ولا كلمه غير في المنام. تعرف ايه عن قتل وليد محفوظ وطارق درغام؟ لا ما اعرفش حاجه يا ريس. كل اللي انا فاكره بس ان ليله موت طارق درغام معايا الواد هيثم بن يوسف، اديته المستشفى عشان كان تعبان قوي، ولما كلمته ما ردش عليا.
ولما جه كان لابس بدله شيك كده، قلت له ايه الشياكه دي؟ قام متوه مني. بس هو ده كل الموضوع. وايه الغريب في انه يلبس بدله؟ ساكر بدله عريس يا ريس. انت كنت بتتجوز هنا ولا ايه؟ استاذ ياسين، انت سبت مكتب استاذ احمد حسنين ليه؟ عشان كنت عايز اشتغل في مكتب سنين جربانه. يعني مش عشان مستند اخدته من قضيه واستاذ احمد حسنين هدد بشطبك من النقابه؟ استاذ احمد حسنين هو طلع الاشاعه دي عشان تبتر المكتب. وقبل ما تتهم حد يا استاذ لازم يكون معاك ادله، خصوصا ان احنا زملاء في نقابه واحده. وايه اللي خلى يوسف يتامر عليك؟ عشان يا ريس قلت له على الحقيقه اللي قفل ودنه عنها. عارف يا يوسف، انت عايز تهرب من حياتك في حد تاني. طب قول لي كده، انت ليه زورت بطاقه الضحي ده؟ وليه مهتم بيه قوي كده؟ عشان انت عاوز تبقى حد تاني، حتى لو مجرم مش مهم، المهم تبقى حد تاني غير يوسف. يوسف اللي ظلمته واحده سبب. قصدك تقول ان ضحي ده من تاليف يوسف؟ لا يا ريس، كان فيه ضحي في البنسيون لمحته مرتين ثلاثه كده يعني، بس حد ما فيهوش خطر خالص يا ريس. انت كذاب. ما كفايه بقى يا يوسف، كفايه. انا اسف يا ريس، اعصابي باظت بس شويه. معاك تقولي بحاجه ثانيه؟ اسمح لي اطلع اشرب سيجاره. لا اتفضل. نادي على الشهادة التاني. سعاد محمود كابر عطله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها فعلك يا يوسف.